قانونيا ودستوريا مصير البرلمان شو؟ لحد الآن البرلمان عاجز عن عقد أي جلسة. نعم. لو نتجه باتجاه أنه حصل تحشيد وحصل هنالك صدام وصراع، هذا التحشيد هل يفقد مجلس النواب العراقي شرعيته؟ هل يعد منحل من الناحية القانونية؟ أجاوب عن ذلك كلا، تبقى شرعيته قائمة إلى أن يصار بإعلان مجلس النواب بأحد الطريقين. إذن دعني أحلل لك الأمر بشكل مبسط. اللي نبتدئ من أول ما كان مجلس النواب العراقي يحوي على نواب من التيار الصدري، نواب التيار الصدري عجزوا عن عقد جلسة تمرر بها رئاسة الجمهورية ومن ثم رئاسة الوزراء. ما الذي حصل؟ اختار الطريق أنه الانسحاب والاستقالة من مجلس النواب العراقي، شعر الآن بالندم. طيب، حتى يصار إلى تحقيق مطلبه، الآن المطلب هو ينادي بحل مجلس النواب العراقي. حل مجلس النواب العراقي كيف يتم؟ من خلال انعقاد مجلس النواب العراقي نفسه. طيب، أنا عندي طريقة معينة، أنا باعتباري كأستاذة وأكاديمية، أكو طريق قانوني لهذا؟ هذا سؤالك، لحل هذه الأزمة؟ نعم، في طريقة ممكن أن تعيد نواب التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي، وحينئذ يستطيع التيار الصدري أن يحل مجلس النواب العراقي دون إراقة أي دماء ودون التحشيد والتصعيد، وحتى يبين حسن نيته أمام الجمهور. لكن أنا لا أعطيها أنا لن أصرح بالطريق هذا إلا على شرط أن يعطي ضمانات للإطار التنسيقي بأنه سوف يحقق مطالبهم. يعني أنا أضمن له عودة أعضاء مجلس النواب العراقي. كعضو في الإطار التنسيقي الآن. من الطريقة التي الآن يمكن أنت تتحدثين كعضو في الإطار التنسيقي وليس كأستاذ قانون. لست عضو. أنا عضو مستقل. أنا شخصية مستقلة أكاديمية. أفهم بالقانون الدستوري وأدرس طلبتي في هذا المجال. هل هنالك طريقة ممكن أن تعيد نواب التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي؟ أجيبك عن ذلك نعم، وبالقانون، وبالقانون دون حدوث أي ثورات وأي اصطدامات وأي مظاهرات، وتجنب البلاد كل هذه الفوضى، لكن على شرط أن يعطي ويلبي مطالب الإطار التنسيقي حتى يكون الطرفين متكافئين. إن قبل بذلك أنا على استعداد للإعلان عن هذه الطريقة. نعم. وبالتالي أضمن عودتهم إلى مجلس النواب العراقي، وحينما يعودون له الحرية أن يلقي علي أو يحل مجلس النواب العراقي. هل ما تتفضلين به علاقة بكون الاستقالات قدمت أثناء العطلة التشريعية؟ أنا لن أجيبك على هذا الكلام، لأنه هنالك نعم في طريق معين يرسم دستور يمكن أعضاء مجلس النواب العراقي اللي هم التيار الصدري. نعم. ممكن أن يرجعوا مرة أخرى. طيب. ولكن بطرق قانونية معينة تجنب البلاد كل هذه الأمور. إذا رغب التيار الصدري وعن حسن نية بالفعل أنه يجنب البلد هذه الفوضى. نعم. وكان صادقا في نواياه بحل مجلس النواب العراقي وكذلك حل الحكومة التي هي حكومة تصريف أعمال، أنا معه وأعطي. طيب. هذه الطريقة وأعلن عنها، شرط الحصول على ضمانات للإطار التنسيقي بتلبية مطالبه، لأن الإطار التنسيقي عنده مطالب ومن حقه.